نشرت وكالة رويترز للأنباء خبرا نقلته عن صحيفة سبق السعودية الإلكترونية، وهذا الخبر الإخباري مفاده صدور بيان رسمي بإعفاء القنصل السعودي في إسطنبول من منصبه وإحالته للتحقيق بسبب انتهاكات. وكالة الأنباء العالمية عادت وسحبت الخبر سريعا وأعلنت عدم صحته جملة وتفصيلا، وأنه لم ينشر على موقع أو على موقع الصحيفة الإلكترونية، ليتبين أن الخبر اعتمد على رابط إلكتروني لموقع إخباري كاذب يحمل نفس شكل وتصميم الموقع الإخباري لصحيفة سبق. نفى مراسل صحيفة صباح التركية في واشنطن راغب سويلو مزاعم امتلاك الصحيفة لتسجيلات صوتية للحظات التحقيق المزعوم مع جمال خاشقجي في قنصلية بلاده. تصريح الصحفي التركي جاء في تغريدة على تويتر، ويأتي بعد تناقل وسائل إعلام تركية على مدى أيام خبرا يفيد بحصول صحيفة صباح على فيديو مدته 3 دقائق يثبت وجود خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، وزعمها تعذيبه وقتله، وهو الخبر الذي اعتمدت عليه وسائل إعلام متعددة في تغطيتها للقضية.